ويا مرحبا، كيفكن يا حلوين يا اكابر؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. مثل ما شايفين اليوم الفيديو هو تنظيف المطبخ وتزيينه، يعني زينه مو كتير واو يعني من قريبه، بس نحس بطقوس رمضان. وهلا بدي ارجيكم المطبخ قبل وبعد، وخليكم معي لاخر الفيديو، وبتمنى يعجبكم ويعني تكتبوا لي نظيف مو نظيف، حلوه زينه مو حلوه، وتنوروا صفحتي بتعليقاتكم الحلوه. ويلا معي لنبلش التنظيف. وهلا صار دور البرادي، بدي شيلهم وامسح تحتهم، بدي امسح الازاز وبدي امسح الخشبيه، وبدي احط برادي نظيفه بدل هدلون. انا بخلص مرحله مرحله وبنتقل لغير مرحله. هلا هون خلصت مسح وكل شيء، وهلا بدي اعلق البرادي. هلا هون علقت البرادي وحطيت حبل اضويه باين معاكم بالصورة. هلأ صار دور الموكيتي والكنبايات، بدي أعملهم تنظيف بالمكنسة، بعدين بدي أفركهم بالشامبو تبعيت الكنبايات وشامبو الموكيت. وهيك خلصت تنظيف المطبخ جوات الخزان وبرات الخزان، وهي النتيجة مثل ما شفتوا قبل وبعد، كانت قايمة لقيامة بيت المطبخ، وهلا كل شي رجع مكانه مع زيادة تفاصيل اللي هي الزينة. وهي هي زينتي، كتير بسيطة وحلوة ونعومة. بتمنى يعجبكم الفيديو، وبقلكم ان شاء الله رمضان مبارك وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركة، عليكم وعلى جميع أمة محمد يا رب. وان شاء الله بتشوفوني فيديو تاني ومنوع وجديد وفي تفاصيل اكتر. بحبكم كتير، وما تنسوني مثل العادة بالضغط على زر الجرس والاعجاب بالصفحة والتعليقات الحلوة. باي باي.